Ja. Mijn hart ook niet. Ah ja. Alle melk. Alle melk. السلام عليكم كتما السينيماتيك هذه ولا صاحبي هذه التقدير راه مين بدا صاحبي الفيديو يعني كيف صاحبي معكم واش السلام عليكم كنتمنى لكم كامل انكم تكونوا بخير ان شاء الله في فيديو جديد وفلوق جديد ونهار جديد هما العشرين معايا اصاحبي صاحبي واه هشام المهم اليوم ان شاء الله غادي اليوم الغابه واحد المحميه كاين وسط الغروب تبانوا صاحبي هو زكريا اه واي شاف ما شاء الله ما شاء الله هو زكريا اي اللي كان جديد محمد دابا الخط السنتر واش شوف المهم ان شاء الله اليوم غادي للغابه غادي نصوروا واحد الفلوق يكون عندي وجهه تماك القنطره واحد البلاصه كاينه في الطريق ديال الطراس هنا غادي في الطريق نوصل لكم الفلوق المهم غادي ندير لكم واحد السينيماتيك تكون واعره خوت دابا حنا غادي في الطريق نضربوا شي 6 كيلومتر اللي غادي نضربوا اللي بلق في غادين واول واحد غادي يبان معايا هشام ازرو اول مره يبان معايا في الفيديو حتى هو من المتابعين ديالي زكريا هو معروف صح من الفيديوهات بان معايا مغامره داخل على الله المهم الخوتي ما غادي محمي في غادين الغابه فين جات المحميه ندوزي فواحد القندره جايه حدا الطريق ديال الطراس حدا الخشيشات ولا كيقولوا هذيك البلاصه هذا كاين صاحبي ديديكاس الناس ديال الغروب الناس تاع الغروب ولا الطراس حتى هما يلاه أجيو الخوت الغاديين كنتمنى الفيديو يعجبكم هذا الفلوق اللي غادي نديرو اليوم فين الغابة؟ مو تحيد التليفون لا لا إلا كنا ثلاثة ما نخافو والو ولكن راه كيكونو تما المهم حنا نفوتو التليفون ونص حدا جيت سوسبار كيكونو تما ديك السكيريا ديال الراس سوبر ديال نفوتو تما ونبدا عاد نقولو بان اس تي تاع الراس ما عندي صورة عندنا والو عندنا العشرة انا صاحبي واجي عندنا نقول لهم هاي الحلقة ديديكاست ولا الطراس ديديكاست للحلقة يا شيخ ديديكاست للحلقة وصلاح خو والعشرة ديالهم كامل هم ديديكاست لهم بزاف المهم الخوت غادي تلقاو فيديو ديديكاست لحسن ما نساو مول الفيديو مول الفيديو غادي تلقى زكريا البلق الله يخليك لنا زكريا اول نص دقيقه دقيقه والله الدراري الله غادي نفترقها هما المهم شي حاجه كديرها ديالك مازال ما لحقتي هذاك مازال كنمونطي فيها صاحبي انت غتمونطي هذاك ياك مزيان صاحبي غتلوحو وغيبقى هذا وخليه حتى هو واحد الشويه واحد السيمانه غادي يلوح لاني دابا اليوتيوب خاصني نروح نلوح بزاف اليوتيوب خاصني نزاد كطلع بوصله دابا قرب 10000
صاحبي يجيبها ما بيجي. المهم الخوت حنا غادي نفطاك الله قال لي مال فلوق غيطلع واعر ها والله العظيم الا ملحوسين حنا وغادي داك النهار السبعه نجي نطول والله الا كان هذا الشيء خاوي ندير سينيماتيك ونطلع واعر ها المهم الخوت سينيماتيك راه تسمع ماشي الواد المحميه هي المحميه الغابه الغابه هادي هي الحروق تما ما يكون داكشي داكشي حيت واحد المصادر داكشي دابا زيد زيد انا الا حلمت انا شي حاجه والله الا داكشي حلمت واش جينا ديك الطاره هاد يا الله الواد داك صوطا ما طار ويلا ما تخسرش ما لا كيضحك معاك ولا ويلا انت حنا اول صافي كير صافي الله يلا اللي بغى يرزع يرزع حنا غادي حنا غادي نغامروا نمشيو نمشيو
ديال الحوس نصور ولا تسوي اييه داليكم قولكم انا نهار الحيد ومن درت غير ذات الدرن سو ماني واش شجر كيميك ماني غراس انا نبيت غدا اشتل بيت الغني زكريا زكريا ايوا زكريا انا غني حس كان تمك تمك لا زكريا 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 Ah, c'est où, 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 c'est où,
هو الفلوق هذا الخوت احنا وصلنا باقي ديك البلاصه واعره الخوت والله بلاتي وصلنا الله مع السيد نعم مع السيد سير اودي عطيك الله عطاتنا بعينها الطيق كرفسنا هذا الفرس هذا ها تبيع فرس وتشوف الطريق ديال الفرس ما فيها ما كتسلك الطريق ديالي ديما فيها شوف ديال لابس تقاشر اه انا لابس والسبرديله باقي مثقوبه لا لا ما تخافش اش كتصلوا اه ولا اه يا 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 كنصوروا اصاحبي وضعينا الله ودي اجي نتو البيكادات يا تسنى تسنى ندير لكم فيديو تسنى تسنى فيديو لا 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 سير سير وين هذيك الرمله تاع التفلاح الله زكريا رجع مناظر خلاص رجع تشوف اش هذا هذا تسكح السيما ديك انتي او دور او اه يا ما كنحملش نصورني وانا كناكل ولا كنشرب انا عندي البنات زعما دارين يلا نهارهم سيما سيولي انا وياك بالموطور خاصين ها تيكون ليسونس بزاف شي بلان قال لك هذا المصيبه قال لك عندي السويعه هما هنا زاهي اول مره نجي هذا البلاصه واحده هما الخوت السلام عليكم مهم هذه هي نهايه الفيديو كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم وشكرا بزاف هشام وشكرا بزاف زكريا البلاصه وشكرا لهم بزاف هما اللي عاونوا اليوم وجينا وصورنا الفيديو المهم اليوم يعني كيس معك العجاج هذاك السيد الله يحفظ لي حسو عليه صورنا بعد اللقطات واعلين و القناه ديال هشام الحلقه و ديال الدراري تبعوا فيديو كليب اللي غادي تلقاو في اسفل الفيديو صندوق الوصف غادي نحط لي الكلمه البلق ديديكاس 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 الناس ديال الاخرون السلبه وشنو هذاك خلينا معانا شي كلمه صعبه شي كلمه كلمه صعبه صور والله ما عرفتش نقول لكم انا تفضلوا الفيديو ديروا جيم وابوني وكومونتير على حساب الفيديو كي جاكم وغندوز واحد الديكاس للوالدين بعدا هما الاولين الوالدين ديال السي هشام وديكاس بزاف هشام الحلقه والدراري ديالهم وغادي تلقاو القنوات ديالهم في الفيديو بزاف العشرة اللي صورنا وكنتمنى الفيديو يعجبكم معنا نوصلوا 100000 الصراحه دقات لنا على
الفيديو حتى شي حاجه ما سهلات، ولكن ان شاء الله غيديروا شي حاجه وانا نعرف ديالي هذا الفيديو، وان شاء الله الفيديو